ثلاثة مسؤولين أمريكيين في المنطقة الأسبوع المقبل. الموفد الأمريكي جورج ميتشل يصل الأحد إلى إسرائيل لعقد لقاءات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ومن ثم يتبعه وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي يقوم بزيارة خاطفة لإسرائيل الاثنين تستمر عدة ساعات ويبحث الملف النووي الإيراني والعلاقات الاستراتيجية. فيما يصل الثلاثاء المقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال جيمس جونز على رأس وفد يضم أيضا دينيس روس. وتتزامن تلك الزيارات مع ارتفاع حدة الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما رأى فيه باحثون إسرائيليون إلى أن الدولتين تتجهان إلى ما سموه بالصدامات أو الصدام بسبب التعثر الذي تشهده عملية السلام مع الفلسطينيين ومع سوريا أيضا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان اعتبر وما يزال أن حل الدولتين يقضي بأن على كل طرف الفلسطيني والإسرائيلي أن يفي بالتزاماته، وبأن تجميد الاستيطان بما فيه النمو